خلونا نبتدي اخبارنا ومتابعه اخر المستجدات من بيان وزاره الصحه والسكان اليومي عن اعداد المتعافين وكمان المصابين الجدد وطبعا اعداد الوفيات اليوميه. الوزاره في بيانها امبارح اعلنت عن خروج 3121 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، يعني الحمد لله على سلامتهم، بس يعني الارقام دي احنا اول مره نوصل لها من بدايه ظهور كورونا في مصر، يعني سواء الموجه الاولى الثانيه الثالثه والرابعه حتى طول الموجه الرابعه، دي اول مره بنوصل للارقام دي، والحمد لله انه اعداد المتعافين وصل لهذا الرقم 3000 وشويه يعني في اليوم، الحمد لله على سلامتهم يا رب. وكده بيكون اجمالي المتعافين في مصر 377600 لحد امبارح. كمان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان قال انه تم تسجيل 2194 حاله اصابه جديده. برضو بنتكلم على أرقام برضو أول مرة نوصل لها 2000 وشوية إصابة في اليوم من الفيروس كورونا ومتحوراته بقى أوميكرون وغيرها من المتحورات، وكمان سجلنا امبارح 60 حالة وفاة جديدة. ربنا يرحم المتوفين يا رب. وطبعا رقم مش قليل برضو، 60 أسرة امبارح فقدت أشخاص، فربنا يصبرهم يا رب. وخلينا قبل ما أقول لحضراتكم إجمالي الأرقام كما جاءت في البيان، بس لازم نكون عندنا الوعي الكافي انه نشتغل الفتره الجايه على ان احنا نقلل الاعداد دي يا جماعه، لازم نلتزم بالاجراءات الاحترازيه، لانه يعني الاستهتار بيؤدي الى مزيد من الحالات الوفاه، بيؤدي الى مزيد من حالات الاصابه. الحمد لله اعداد الشفاء والناس المتعافين برضو كبيره الحمد لله، وده نظرا لانه التطعيم بقى موجود وناس كتير جدا خدت التطعيم، فبالتالي الاصابه ما بتجيش قويه، ما بتجيش حاده، ما بتاثرش على الجهاز التنفسي، ما بتسببش الوفاه، لكن برضو محتاجين نلتزم لانه الامر يعني زي ما بنقول كده ملوش كتالوج. ممكن تبقى واخد التطعيم وتجيلك حاده، ممكن لا قدر الله ناس واخدين التطعيم ويعني يتوفاهم الله يعني، فلازم ياخد التطعيم. ده الموقع لوزاره الصحه والسكان لطلب تلقي اللقاح، وطبعا دلوقتي تلقي الجرعه التعزيزيه الجرعه الثالثه الناس كتير بتاخدها، في الاف مؤلفه دلوقتي بتاخد الجرعه الثالثه، والتطعيم امن تماما، وده يعني موضوع قتل بحثا واتكلمنا عنه كتير. التطعيم امن تماما، كل الناس خدته تقريبا، والحمد لله يعني بيقي من مضاعفات كورونا الخطيره. خلوني اقول لحضراتكم اجمالي الارقام، اجمالي المصابين في مصر وفقا لبيان وزاره الصحه والسكان 444117، واجمالي الوفيات 23053 حاله وفاه. ربنا يرفع الغمه يا رب قريبا باذن الله.